السينوسكوب والثراكوسكوب. كان المفروض أراويكم في فيلم، بس بصراحة راح نخليه للأخير إذا بقالنا مجال، لأن اللي افتهمته أنه هذا البرنامج بفترة محددة، فالأشياء اللي خارجة عن المحاضرة راح نخليها بالأخير، أخاف أنه الوقت ما يسعفنا وما نقدر نكمل هذا. فالأشياء المهمة راح نخليها بالبداية، واللي إذا أكو مجال راح نروح للوراها. إذا راح نبدي بالبرونكوسكوب شباب. برونكوسكوب بالنسبة للطلاب ما دي يسمعون شو أكو إجابات، أنه مثل بنين يقول أنا ما دا أسمع، حيدر خرساني يقول ما دا أسمع، يعني يجوز يحتاجون وقت دكتور سامر. فإحنا شوف إحنا الممثل مال المرحلة هو اللي يخبرنا إذا أكو مشكلة لو لا. متابعة تشوف الشات، أكو شات هنا أنا. تمام حسين دكتور، صوت واضح حاني ما أعرف، صوت صوت واضح ماكو مشكلة. يعني إحنا بعدين راح بالريكورد ندز النسخة همات للشباب اللي أكو عندهم في مشاكل تقنية. نبدأ بالتعريف، نبدأ بالبداية بالجزء الأول اللي هو البرونكوسكوب راح يصير، واللي التعريف مالته بصراحة تغيرت عبر التاريخ عبر الوقت. ابتداء من كان سابقا كانت تقنيات بدائية إلى تقنيات حديثة، واستقرارا للتعريف هو التعريف اللي تشوفوه قدامكم مكون اللي هو the visualization of the airway using either rigid bronchoscope or flexible bronchoscope or both of them through which we can do a different procedure either removing of the foreign body or take of the bronchoalveolar lavage or brushing or transbronchial biopsy. الصورتين اللي تشوفوهن قدامكم، الصورة اللي على اليسار on the left هو rigid bronchoscope while on the right it is the flexible bronchoscope. Through the history إذا تشوفون الصورة the first recorded history do the bronchoscope هو بال 1892 by Killing. بصراحة Killing يعتبر the father of bronchoscopy اللي who did the first successful removing of the pork bone aspiration from the farmer عمره كان 63 سنة بوقتها، واستخدم بوقت الأسوفيجوسكوب لأنه الأسوفيجوسكوب اخترع قبل البرونكوسكوب. إذا تلاحظون جوا الصورة أكو هذا كان عبارة عن لايت، بصراحة أول لايت استخدم هو عبارة عن شمعة كان، وكان أكو عبارة عن أنبوب هذا هو الريجيد وينقل الترانسميشن اللايت وعن طريقه يؤدي. طبعا الكيلين هو عباره عن ENT ولحد فتره قريبه اذا ماكو ثوراسيك سيرجن بالمحافظات جماعه الENT هم اللي يسوون البرونكوسكوب. بعدين تطور البرونكوسكوب بصراحه الى ان اجى جاكسون بال 1950 الفيرست نقدر نقول عليه ساينتيفيكلي ريجيد برونكوسكوب كان موجود، اللي هو بالاخير بنهايته احنا ان شاء الله اذا بالعملين نراويكم، نقدر نراويكم الريجيد برونكوسكوب. بالنهايه اكو فد لايت سورس، هذا النهايه يعني هاي هذا الطرف اللي يدخل بالتريكيا مات البيشنت، بينما هذا الطرف اللي يكون قريب للسيرجن. وراء اجى اكيدة بال 1950 الاختراع اللي سواه له هذا الكيبل، شوفوا قدامكم هذا الكيبل glass fibers فيسوي transmission لللايت وكذلك للبيكتشر بواسطة مثل ما تقولون شلون مري صغيرة وبزوايا معينة بحيث ينقل لنا الصورة وهم ينقل لنا الضوء. هذا تقدم لأول مرة سنة 1966 بالمؤتمر العالمي لأمراض الصدر بكوبنهايغن. وراها طبعا هوبكنز هو عبارة عن فيزيشن انجليش واللي صوان إذا تلاحظون هذا ريجيد بس هنا هذا يسموه تلسكوب
هذا اللي هو انسترومنت تدخل داخل الرجيد برونكوسكوب، وهي نفسها الانسترومنت اللي هي بيها فورسبس ويكون بيها هم لايت سورس وهم تقدر تباوع عن طريقها، اللي تعطينا هذه فد ابعاد ما كان يقدر يوصل لها الرجيد برونكوسكوب. الى ان وصلنا لل 1980، وهنا اذا تلاحظون قمنا نستخدم السكرين. سكرين يتصل بالبرونكوسكوب سواء كان ريجيد او كان هذا وفيديوي ومونيتور سكرين، بدل انه ننظر بعيننا المجرده للجهاز. اذا جينا على الريجيد برونكوسكوب، تعذرونا على العجاله شويه لان الوقت يداهمنا، ذاك هيستوري وتقدرون تتراجعوا ويعني يصير لكم فد فكره عنه. الريجيد برونكوسكوب إذا أردنا نعرفه هو عبارة عن هولو ميتال تيوبس، يعني فد أنبوب مجوف، أنبوب مجوف. سايز مالته فاري أكوردينج تو ذا إيج، يبدي من 3 مليم اللي نستخدم عادة بالإنفانت أب تو 9.5 مليم، هذا الدايمتر ده نحكي، واللينث مالته من فروم 20 تو 40 سي ام. بشكل عام مشابه، يشابه بينه وبين الرجيد أوسوفيغوسكوب، بس الأوسوفيغوسكوب هذا البرونكوسكوب يصير دائري أكثر شيء الدايمتر مالته، بينما ذاك لا يكون يعني يتخذ شكل يختلف عن هذا. Usually we use the rigid bronchoscope nowadays under general anesthesia. سابقا أو أول برونكوسكوب اللي سوى استخدموا همات أنستيزيا اللي هي الكوكايين كانت، بس هسه لا تطورت الأنستيزيا. و الانديكيشن مال الريجيد برونكوسكوب يوجوالي إذا أريد نلخصها فيها تحت تو كاتيجوريز، دايجنوستيك أند ثيرابيوتيك. لحد هذه اللحظة الريجيد برونكوسكوب إفكتيف، لأنه إحنا دا نستخدمه خصوصا إذا تشوفون بالنقطة الثالثة. أنا طبعا بصراحة إذا تسألوني هاي النقطة الثالثة المفروض تصير نقطة رقم واحد، لأن هي foreign body removal هو the main indication of rigid bronchoscope. The main indication of rigid bronchoscope is foreign body removal nowadays. بالهيموبتسيس نفضل نستخدم الرجيد برونكوسكوب على الفايبر اوبتيك برونكوسكوب. طبعا شباب انتبهوا الانديكيشن والفروقات بين الرجيد والفايبر اوبتيك، واللي هي عاده من اكثر الاسئله اللي احنا نسالها بهذا الموضوع. الهيموبتيسيس نفضل الرجيد لانه بي قابليه بالسكشنينج وبالفيو مالته احسن بصراحه، فما نستخدم يعني يوجوالي من البريكوشن مال الفليكسبل. النوع الثاني فليكسبل برونكوسكوب هو الهيموبتيسيس، خصوصا اذا يكون ماسف، بس اذا قليل لا تستخدم فايبر اوبتيك. تريكيال ستينوسيس تستخدمه هم نوع من انواع الثيرابيوتيك، ممكن ان توسع التريكي بالريجيد برونكوسكوب، لان احنا مثل ما قلنا هو عباره عن هالو ميتال بد انبوب، يعني بوري تقدر تعرض به. كل الانترفينشن برونكيال انترفينشن البوجي ريموفال اوف تريت بوست انترفينشن هيموبتيسيس ممكن ان نسويها بالريجيد برونكوسكوب. اذا تريد تسوي تاخذ فد بايوبسي شويه حجم كبير بحيث ما تقدر بالفايبر اوبتيك، تستخدم الريجيد برونكوسكوب. حاليا ناوداي ليزر تريتمنت، ممكن حتى ريموفال اوف تيومر، ريموفال اوف اكسس فايبرين ميوكوس بلاك تسوي بالريجيد برونكوسكوب. برونكوغراف تسوي وايضا بالاوتو فلوريسنت اند فوتو دايناميك دايجنوستس هم تستخدم ريجيد برونكوسكوب. هذا اللي تلاحظوه هذا بالميوزيوم موجود، هذا او تقريبا اول برونكوسكوب عملي، اول برونكوسكوب عملي. هذا اذا تلاحظون هذا السيت مال برونكوسكوب فور ادلت، طبعا عندنا تو سيت usually two sets pediatric sets and adult set. هذا الادلت سيت به هواي امور، وهذا البيدياتريك. طبعا البيدياتريك يكون سمول عاده، حتى الفورسبس ولا هذا تكون سمول سايز، واكثر شيء مخصص للفورم بودي. اذا تلاحظون هذا اول واحد، هذا اللي قلنا عليه التلسكوب. تلسكوب هو بي نفسه بي لايت سورس، يصير عندك تو لايت سورس، لايت سورس موجود بالبرونكوسكوب نفسه ولايت سورس بالفورسبس اللي يشيل الفورم بودي او ياخذ من عنده بايوبسي. هاي الفورم بوديز اللي ممكن ان تلقوها عاده، اذا تلاحظوا
طبعا من كثرة هذني أنواع يجوز إذا أكو طبيبات داخلات ويانا زين، هذا من كثر هذا الدمبوس هذا النوع البلاستيك. أنا طبعا عندي فد بيبر على هذا الموضوع، هذا كأنما غير مركز الثقل، هذا بدال ما قام يدخل بالأوسوفيغس بدأ يدخل بالتريكي. تشوفون أكثر شيء هذني نلقاهن ذني المزامير اللي ممكن الموجودات بالألعاب مال الأطفال عادة، أو أي تويز للتشيلدرين هو عادة يكون فد فورم بودي انهيليشن. هذا حتى أكو ذني نلقاهن، نلقى حبة الشمس وأي فورم بودي ممكن أن تلقوا. تشوفون هاي الإكس راي، هاي مبينة إنه الفورم بودي موجودة وين؟ بالرايت من برونكوس. إذا أوسوفيغس عادة ما يلقيها شيء، فأنت تأخذ يوجوالي غير تشيست إكس راي البي أي فيو، تأخذ لاترال فيو، تأخذ لاترال فيو راح تشوف هاي هذا الشادو اللي قدامنا. ما أعرف إذا الصورة واضحة يمكم شباب، هذا الشادو هو مال تريكي وهذا الرايت مين، هذا فورم بدي إن رايت مين برونكوس. هاي بيبرز، طبعا بيبرز اللي عندنا بالفورم بديز بصراحة أكثر شيء تلقوها موجودة بالمدينة الطب، يعني أكثر مكان يستقبل. هاي تلاحظون الأستاذ وليد مصطفى عنده بيبر حلوة بهذا الموضوع اللي بيها جامع 427 كيس، ويراويكم هنا different foreign bodies اللي ممكن أنه لقاها بخلال هاي استدي. أكثر شيء هي water melon seed 244 كيس، والبقية تتقسم على باقي الكيسات. الفليكسيبل برونكوسكوب هذا اللي شوفوه قدامكم، البوزيشن مال سوباين ممكن انه تستخدمه، هذا اللي شوفوه قدامكم هذا السوباين بوزيشن، هذا عاده ما نستخدمه بالاويك بيشنت، نستخدم يعني يوجوالي ان سيتينج بوزيشن، هذا اذا استخدمته وذ جي اي ممكن. هاي دا يراويكم البارتس اوف ذا فليكسيبل برونكوسكوب، نفس الشيء هنا indication of for flexible bronchoscope هو رقم واحد diagnostic أكثر مما يكون therapeutic. usually we are using it in routine examination. ممكن treatment of acute respiratory problem in the ICU. أكو فيلم دزيت الدكتور حسين ممكن نعرضه إذا بقى عندنا مريض موجود حاليا بالICU لجماعة نيوروسيرجن مسوي له سيرجري وصار براها ريسبيراتوري، استخدمنا الفايبرو اوبتيك برونكوسكوب بالهم دايجنوستيك للبروبلم مالته، لان عنده كان رايت لنج اتيلكتسيس، وهم سوانا ثيرابيوتيك مثل، فلذلك سوينا سكشن اندر فيجوال كنترول، هذا اللي رقم ثلاثة هو موجود بالفيلم اللي اذا صار لنا مجال نستخدمه. ممكن ان نسوي برشنج فور سايتولوجي، secretion for bacterial أو bacteriological test. إذا عندنا hemoptysis بس بكميات قليلة فنسوي localization للbleeding site فin minor hemoptysis not in major. قلنا بالmajor hemoptysis نستخدم الrigid therapeutic suction and irrigation, transbronchial lung biopsy, selective إذا عندنا نسوي bronchiography والautofluorescent والphotodynamic diagnosis تستخدم حاليا. الميجر ديس ادفانتج للفليكسيبل برونكوسكوب هو لكون كلوز سيستم، ف ات از نوت بروفايد ان اير واي، بصراحه دائما يشكي المريض من عنده لانه يختنق كانما يصير اتاك اوف برونكيال اسما، لان احنا ده ندخل بالاير واي بالفليكسيبل برونكوسكوب وبالتالي قدره التنفس للمريض راح تقل. لذلك المكان اللي نسوي به الفليكسيبل برونكوسكوب موجود لازم يمنا اكسجين وموجود يمنا مونيتر، اذا شفنا اكو ديكريز بالساتوريشن اوف ذا اكسجين لازم نتوقف. هاي اللي تلاحظوه قدامكم بالتدريب حتى ندرب، اكو عندنا يعني دوميز موجوده نقدر نستخدمها، وهذه parts اللي فوق هاي صورة اللي شو اسمه حقيقية لجماعتنا بالمدينة وبيها مؤشرين على parts اللي suction وين الليفر وين السلاين، وهاي اللي جوا اللكتشر سكوب كانت موجودة عندنا بمن النفيس بس بصراحة سألغيت لأنه صار على سكرين، صار على سكرين بعد ماكو داعي لللكتشر أو teaching lens كنا نسميها.
الكونترا انديكيشن فور ريجيد برونكوسكوب اذا عندنا سيرفايكال سباين انجري او اذا عندنا انيوريزم اوف ثراسيك ايورتا. والفليكسبل مثل ما قلناها اكثر من مره هو بالماسيف هيموبتيسيس او البيشنت عنده فد ايرواي بروبلمز. بريبريشن اللي ممكن انه تحضرها هو لازم تحضر حالك حال اي مريض يتحضر تقريبا خلينا نقول ما نقول السيرجري كامله لا السمبل سيرجري. فلازم اكو بلد تيست لازم انه طبعا نسوي فيرولوجي تيست. البيشنت لازم توقف اسبرين بلافكس وارفرين اي انتي كوغولنت ميديكيشن وفاستنج تحتاج 6 to 8 اورز او اي ارتفيشال دنتشر او شود بي ريموفد بيفور بروسيجر. طبعا الانستيزيا فور برونكوسكوب كل شيء بي ادفانتج وديس ادفانتج. ادفانتج لللوكال انستيزيا انه البيشنت يكون اويك وكوبراتيف وسبونتينيوس بريذنج. بس ديس ادفانتج بصراحه اذا كان عندنا ماسيف بليدنج او وياما تكسرت عندنا برونكوسكوبيات بيكوز اوف الاجيتيشن اللي ممكن ان يصير بها البيشنت. بصراحة رغم انه ممكن ان تلقوها بالتكست يقول لكم انه كومفورتابل مو كلش كومفورتابل الفليكسبل برونكوسكوب. بالعكس مرات لانه من نستخدم الجي اي يكون البيشنت ما يسوي لنا اي حركات يعني مال اجيتيشن او ديفيكولتي. بس طبعا ريجاردينج الجنرال انستيزيا الفيتنس مهمه للجنرال انستيزيا ومو كل البيشنت يكونون فيت فور جي اي. البيكتشرز اللي تشوفوها قدامكم واكو عندنا همات طبعا فيديو ممكن اذا بقى لنا وقت نراويكم اياها. هاي اللي تشوفوها هي النورمال برونكوسكوبيك فايندينجز. هاي الرايت ابر رايت ابر ليفت برونكوس. هاي النورمال ليفت وهاي النورمال رايت وهاي النورمال ليفت ابر برونكوس. اهم شيء نركز عليه هي الكراينه. سهايا ديزيزد اللي تلاحظوها هاي ديزيزد. هاي مثلا بالليفت هذا اكو اندو برونكيال تيومر تلاحظوا هذا سادنا الفتحات صير هنا نسميه وايدنينج اوف كراينه. هاي وايدنينج اوف كراينه مو شارب كراينه. هنا اكو كارسينوما ساده كل الليفت مين برونكوس. هذا اللي شوفوه كارسينويد طلع بعدين بالبايوبسي. همات اكو وايدنينج اوف كراينه. هذه بينما هذا فورم بودي هذا تلاحظوه بالرايت انترميديت برونكوس فورم بودي وسوينا له ريموف. كومبليكيشنز كل بروسيجر بيها كومبليكيشنز but when it is performed properly in well trained individual بصراحه هي سيف بروسيجر. بس ممكن أن يصير عندنا نيموثوراكس، برونكوسبازم، برونكيال بيرفوريشن، سيرجيكال انفيزيما، تنشن نيموثوراكس، سبغلوتيك إديما، أنكونترولد بليدينج، إنفكشن، أريثميا، حتى كارديك أريست. عندنا أتذكر أكو ولو عدد قليل بس أكو سوينا لهم كارديو بالموناري ريسسيتيشن، هايبو فنتيليشن يسوي لنا هايبوكسيا أند هايبر كابينيا. اكو ريليتيفلي طبعا من يسوي بايوبسي هذني المشاكل يزيدا لان يسون انه هن واحد هن يسون انه ممكن نيموثوراكس اكثر مما لو مسوي دايجنوستيك. ممكن ايضا حتى يسوي لنا دامج للتيث او انجريز اوف ليبس اور ماوث. بوست برونكوسكوبي طبعا اهم شيء ورا البرونكوسكوب ان نسوي فد كلوز مونيتورينج اول 2 to 4 hours after the procedures. Eating or drinking not allowed until the effectiveness of the anesthesia, especially GI. هناك اكو advice انه نسوي روتين X-ray. بصراحة احنا ما نسويها الا اذا صار عندنا signs of pneumothorax نسوي chest X-ray. وممكن انه اي complications اضافية ممكن اذا صارت حتى طبعا راح تبقي البيشنت بال hospital for additional time. لكن إذا لا طبعا إحنا عادة الـ patient discharge home بنفس اليوم أو a few hours. أكو advance هسا حاليا
صع البرونكوسكوب. أكو عندنا ألترا ساوند برونكوسكوبيك ألترا ساوند، هذا ممكن أن نستخدمها إذا صار عندنا أوكيوليتي تيومر أو التيومر ما بين لنا قدامنا مثل ما لاحظنا بالصور اللي شفناها قبل شوية ما بينن، فبالألترا ساوند ممكن أن تشوف التيومر وتأخذ من عنده بايوبسي. ممكن أن نسوي ستينتينج، هاي طبعا هاي نوع من أنواع التندر لاف كير، هاي بالأدفانس تيومر وما تقدر تسوي له ريسكشن ودي يسوي لنا مشكلة بالبريذينج، فممكن أن تخلي ستينت. ممكن أن نسوي برونكوسكوب، ممكن أن نسوي ليزر ثيرابي، ممكن إلكتروثيرابي، ممكن كرايوثيرابي، ممكن براكيثيرابي، ممكن فوتوثيرابي. أغلب اللي هذا اللي تشوفون ما موجودات بصراحة عندنا حاليا، بس بالعالم يعني developed country موجودة وده تستخدم. هذا جبنا لكم مثال، هذا بدينا نستخدمه هسه بالقطر اللي هو يسموه اندوب برونكيال ألترا ساوند. ممكن أن تستخدم ألترا ساوند نفس الألترا ساوند الموجودة بس ببروب خاص تخليه بالتريكي، وهذا ممكن أنه يسوي لك فيجوليزيشن للإكسترا إيرواي ستركتشر اللي كان نوت بي فيجوليزد برونكوسكوبيكلي. وأغلب هذا اللي ممكن أن تستخدمه به هو بصراحة التيومر. أما الستينتينج هذا شوفوا قدامكم بصراحة موجود حتى من يجينا مرات قليلة، هذا تقدر تستخدمه بالماليجنانت. بناين بصراحة إيرواي ممكن إذا البيشنت ما يتحمل سيرجري تستخدمه، هذا اللي تشوفوا قدامكم أنواع الستينت. هاي بعدين طبعا بالمحاضرة من راح تفتحوها تجوز الصور أوضح منها، من احتمال السا ما واضح الصور عندكم. هنا طبعا هذا فد مثال جبنا لكم على الميتاستاسيس اوف كارسينوما، هذا اللي يسموه الاي اف اللي تشوفون يصير فيجوليزيشن للوول بحيث يسوي لك ديتكشن او للبوتنشالي تيومر اريا، وبالتالي تقدر أن تأخذ بايوبسي من هذا المكان. ليزر ثيرابي هذا تشوفوه قدامكم اللي دي يستخدمون الناديميوم ياك، هذا ممكن أن نستخدمه هما بالمليجنسي، ممكن حتى بناين بس بالمليجنسي تستخدم ليزر يسوي لنا يفتح لنا الايرواي اوف ذا برونكوس، بس هذا ممكن أن يسوي لنا بصراحة سيفير هيموريج، ممكن أن يسوي نيموثوراكس لأن يسوي بيرفوريشن الليزر أو نيمو ميدياستاينوم. البرونكوسكوبيك إلكتروكاتري هذا فد ألترناتيف للإلكتريكال كارنت، هذا يسوينا كوغيليشن بصراحة، هذا ممكن أن تستخدمه من يصير عندنا بليدينج. ممكن أن تستخدم الأرغون بلازما كوغيليتر بداله، هذا إذا عندنا إندوبرونكيال ليجين أو تسوي، وأكثر شيء تستخدمه للهيموريج. بس هذا شنو ميزته عن الليزر؟ هذا ليس إكسبنسيف بصراحة، الليزر غالي فلذلك يستخدمون الإلكتروكاتري بدال الليزر. الكرايوثيرابي بصراحة هاي هي كولد إنديوست، هذا تسوينا للمليجنانت سيل، ممكن أن cause death للmalignant cell repeating cycles of cold application وياها thawing. ممكن أن نستخدم النيتروس أوكسيد أو liquid nitrogen فيسوي لنا درجة الحرارة ناقص 80 درجة سيليزية، وهذا indicated بس less expensive هماتا من الليزر. طبعا أنتوا إذا تشوفون مواضيع less expensive هذا بالأوتسايد أنا أصور خلاص الوقت مالتنا، وين حسين لو بعدكم تسمعوني؟ لا واضح دكتور الصوت زين، لأنه بدأ التأشير أنه الوقت راح يخلص مات الميتينج. عموما إذا احتاجينا longer duration ممكن أن نستخدم الكرايوثيرابي بدل الليزر ثيرابي. البراكي ثيرابي بصراحة هو هذا الراديشن ثيرابي. البراكي ثيرابي هو عبارة عن راديشن ثيرابي نستخدمه بالمليجنانسي، والفوتو ثيرابي هذا تستخدم يعني
فلوريسنت سبستانس بتدفعها اي في ورا 24 الى 48 اورز. هذه تسوين لايت اوف ابروبريت ويف لينث، يسوين اللي يأشر لنا مكان لتيومر، يعطينا تقريبا في السيفرال منيو. فنسوي برونكوسكوب، ناخذ بايوبسي من هذا المكان المتلون، يعني اذا ندفع اي في سبستانس فلوريسنت سبستانس ونستخدم البرونكوسكوب وناخذ بايوبسي. اذا البرونكوسكوب اللي تشوفوه قدامكم يحتاج له ويل تريند اندوسكوبست، ويحتاج له ستاف. الستاف عندنا مهم جدا، وانستاتست اكسبرت اند ويل تريند. ككونكلوجن، اذا تلاحظون كل هذا اللي حكيناه وكونكلوجن، انت there is a diagnostic indication، وعندنا therapeutic modality اللي عادة نستخدمها للفورم بدي أو للماسز، أو بينما الدياغنوسيس هو لللنج لنج مالجنسي، وكذلك للديفيوز لنج ديزيزز. راح نعوف الميدياستاينوسكوب، نعوفه للسيشن الجاي، نعطي مجال لأسئلتكم. خاف عندكم أسئلة ساب خصوص الموضوع نفسه. حسين أسمع من عندك، الشباب عندهم أسئلة. دكتور افتح المايكات اللي اذا عنده سؤال يسال. افتح المايكات. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام حبيبي، تفضل. لا ممكن سؤال؟ تفضل. دكتور بالنسبه قلنا اكو تو سيت، واحد للانفاس واحد للادل، بالنسبه للالدابي يا سيت نستر. تو سيت، اذا طبعا تو سيت بصراحه موجودات، يجوز هاي ما ذكرناها بالمحاضره، موجود للريجيد برونكوسكوب وموجود حتى للفليكسبل برونكوسكوب. اولدو احنا نستخدمه بصراحه فتشي نادر، فليكسبل برونكوسكوب لليونجر ايج جروب، يعني للانفانت وللتشايلد. بس بشكل عام الريجيد اللي رايناكم اياه هسه، اذا نرجع للسلايد اللي رانا وراونكم يا التو سيت، هو فور ريجيد برونكوسكوب. هذا هذا اذا تلاحظ هذا السلايد، هذا فور ادلتس، هذا ادلت سيت، هذا الادلت سيت. اذا تلاحظ الفورسبس مالته تكون لارجر بحيث تدخل بهذا السايز مال البرونكوسكوب. هذا اذا شوف هنا لايت سورس، منا الفنتيليتر، منا الاكسجين يجي والانستاتست يمك، ومنا التتباوع وتدخل التوب سواء السكشن. هذا ادلت سايز. اللي يجي الثاني هذا بيدياتريك سيت. بيدياتريك سيت يكون سمول سايز، اصغر بالاحجام، وكل ما طبعا العمر طفل اصغر، كل ما يكون انفانت، كل ما حجم البروبوسكوب أصغر، وحجم الفورسبس اللي تأخذ الفورم بدي أصغر. إلى حد ممكن أن تستخدم التلسكوب هنا، هذا فور كلش صغير زين، بحيث تدخل بهذا ممكن بدون البرونكوسكوب نفسه. بالفايبر أوبتيك، فايبر أوبتيك أو الفليكسيبل، بصراحة الفليكسيبل إحنا اللي أكثر شيء عندنا هو حجم واحد، هذا اللي تشوفه حجم واحد. بس بصراحة أنا كان أنا مستخدم أكو for pediatric age group، بس مو كلش انتشر على نطاق عالمي، فقط هذا الفلكسيبل، إنما تقول سيت واحد. بس بصراحة هو أكو infant وأكو pediatric وأكو حتى adult، يعني three sizes. الحلو بي الفلكسيبل for diagnosis، إذا تريد تنزل مناطق أبعد، تريد تنزل بالبرونكيال تري تيرشري برونكوس، تنزل لي جوا، ممكن ان تريد تشوف ماس او في الديستانس فورم بدي، ما قدرنا نوخره بالريجيد برونكوس. سؤال ثاني بعد واضحة دكتور؟ واضحة. بس بالالدرلي يا ست نستخدم الالدرلي مثلا، الالدرلي ذاك السيت هذا الراويت كيا بالريجيد. بالريجيد هذا هو يشعر، بس حجمه يختلف، الحجم اكبر، الحجم اكبر، هذا الادلت سيت.
والفلكسبل اي والفلكسبل هذا اللي يشوفه قدامك. ممكن احنا نراويكم اياه بالله جزء ناخذ له تصوير نراويكم اياه اذا ما قدرنا نراويكم اياه بالثياتر. عشان بيتكم دكتور بعد سؤال يا شباب. حسين ايش قد عدد الطلاب اليوم ويانا اللي شاركوا؟ دكتور 45 طالب. زين يعني الظاهر بالليل بالليل اكثر يعني يتواجدون الشباب. دكتور بعد في سؤال شباب حتى اذا ماكو سؤال اراويكم فد مقاطع فيديويه ما طول بعدنا البث موجود. ها شو يقولون الولد؟ حسين الدكتور ما اعتقدك السؤال زين وين يعني واضح المحاضره استفادوا الشباب من عندها دكتور ليث عيني تسمعني بلي اسمعك دكتور سام الطلاب المفروض يدخلون باسمائهم حتى انا اسالهم مثلا اسال ايلاف شنو السؤال اسال ليث مثلا اسال حسين الطالب داخل بعضهم مو اسمائهم يعني هاي مهمه طالب بتعرف منو هذا الموجود مثل داليا اسال داليا داليا مثلا شنو هاي الصوره اعطيها في السؤال كوز اكو طلاب داخلين واحد احنا داخل بايميل احنا هو هذا ابلغ لهم اياه ان شاء الله بالمحاضره الجايه مثلا مصطفى علاء او مرتضى علاء مثلا شنو هاي الصوره هاي شنو معناها بالتاشيره فهاي كلش مهم حتى يصير تفاعل بين الاستاذ وبين الطالب بالي احنا هذا راح نسويه ان شاء الله حتى الاسبوع الجاي يعني تكون اسئله واجوبه وبها فد بونصات بالضبط بس ردنا اكو فتشير التراويكم اياه هسه شباب ماكو اسئله بس العفو دكتور شنو العفو دكتور اذا ممكن يصير انتركشن او اسئله اذا ممكن ترسلون المحاضره قبل فتره قبل المحاضره قبل ما يبدا الزوم ما عندنا مشكله بس توجيهات الماده والفرع انه يفضلون انه يعطوكم اياها بشكل فيديوي يعني مو بشكل بي دي اف احنا بي دي اف موجوده المحاضرات نقدر ننزل لكم اياها ما عندنا مشكله خوش مقترح راح نعطيكم وهذا التسجيل الساعه مال التسجيل الساعه نقدر ننزل الطلاب نفس التسجيل نقدر بس بالنسبه للشباب يريدون المحاضره قبل ما عندنا مشكله نقدر قبل يوم لو يومين كافي بالنسبه لكم كيفكم دكتور بس يعني ما عندنا مشكله نطلع ماكو مشكله نعطيكم اياها قبل يومين ما عندنا مشكله راح اراويكم فيديو وراح اسالكم عليه يعني اريدكم شويه تنتبهون للفيديو الفيديو ما لا في تشارت طبعا الفيديو تعذرونا انه تصوير بال2006 مصور هذا الو واضح صوتك بدك تشوف الفيديو قدامك لو لا ما بدك تشوفه ايضا واضح نعم هذا تلاحظون اكو فد شيء اكو فد هذا طبعا طفل اجانا للتصوير دكتور ليث التصوير مو واضح يعني مو واضح انا ما انا ما رايد التصوير كلش انا رايد فد اشياء اسالهم عليها اللي تلاحظوه قدامكم هو عبارة عن طفل رجد تقريبا رجد برونكوسكوب فورم بدي بلي فورم بدي ده تلاحظون قدامكم الانستاتيست موجود يمنه هذا تلاحظون لايت سورس هذا اللي ده نشوفوه هذا البيدياتريك ولو مو واضحة الصورة تصويرها قديم بس الغاية من الموضوع غير اللي تشوفوه بس بعد ذلك خلي تكون فائتين اللي تلاحظون شوفوا ده تشوفون هذا اللي دخلناه نسميه سكر هذا نسحب به السوائل الموجوده جوا الطفل اندر جي اي سكشنينج بنسوي له وهذا اللي ندخل فورسبس تلاحظون هذا هو الفورسبس اللي يلزم الفورم بودي بنشوفه هنا شوف عيننا طلعناه الفورم بودي
تعذرون شوية الصورة مو تمام. طبعا ووتر ميلون اللي هو أكثر شيء راح تشوفوها قدامكم. ووتر ميلون هاي دا تشوفوها، ما أدري واضحة أو مو واضحة، اللي هي حباية الرقي. هاي عادة حباية الرقي أكثر فورم بودي، هذا طبعا المخدر. دكتور عادل نوجه له تحية من يومكم. اللي شفتوه قدامكم هذا الفيديو شباب، سؤال راح أسأله هسا، شنو الأشياء اللي إحنا المفروض ما نشوفها هاي بالعمليات؟ هاي طبعا بصالة عمليات، شنو الشيء الغلط اللي موجود هنا اللي كان بالفيديو اللي موجود؟ خل نبدي بالممثل دكتور حسين. دكتور حسين شنو الشيء كان غلط المفروض إحنا ما نشوفه شيء بالعمل؟ يعني شو تقصد دكتور الشيء الغلط؟ يعني سأت